نظمت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة بني سويف مبادرة بعنوان هتقدر في 10 أيام بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وذلك للمراجعة النهائية لمناهج طلاب الثانوية العامة بقسمي العلمي والأدبي في 4 إدارات تعليمية. شهدت المراجعة النهائية إقبالا كبيرا من قبل الطلاب للحضور داخل قاعات المدارس والتي تم تجهيزها على أعلى مستوى. جيت هنا النهارده في النيل والمبادره جميله جدا وبنفهم يعني والكلام جميل، والمستر برضو اللي بيشرح مستر كويس جدا والمعلومه بتوصل، والمكان كويس وكتهويه برضو مكان كويس وكشرح، ومبادره جميله وحاجه جميله جدا من الوزاره ومن مبادره حياه كريمه. المبادره قدرت في 10 ايام توفر لنا المنهج كله اللي تذاكر في خلال السنه كلها، وطبعا بتوفر لنا وقت ومجهود كبير جدا، وبناخد في المبادره الشرح والحل الاسئله وبنروح نطبق. امبارح اتشرح لنا علم النفس وعلم الاجتماع في حوالي 4 ساعات مع الحل طبعا، وقدر يوفر لنا الماده كلها، وان شاء الله تظبط الماده معانا. مبادره حياه كريمه مبادره كويسه جدا، واحنا جينا واستفدنا، جينا في الانجليزي وفي علم النفس والاجتماع والنهارده في التاريخ واستفدنا جدا، وهي مش بفلوس وهي ناس محترمه، وبنشكرهم يعني ان هم بيراجعوا لنا قبل الامتحانات.